تحت شعار فرص واعدة للبترول والغاز في مصر، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2017. وقد أكد رئيس الوزراء الشريف إسماعيل على التزام الحكومة بتسديد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط. الشركات العالمية أمامها فرصة جيدة للاستثمار في صناعة البترول والغاز في مصر، خاصة مع توافر الخبرات البشرية المتميزة التي اكتسبتها على مدار أكثر من 100 عام، وبيئة استثمارية جاذبة، بالإضافة إلى بنية أساسية قوية وتسهيلات إنتاج متطورة تساعد على سرعة وضع الاكتشافات الجديدة على حيز الإنتاج. نحن ندرك أن المديونية المستحقة للشركات الأجنبية العاملة في مجال البحث والإنتاج تمثل تحديا كبيرا، وعلى الرغم من أننا استطعنا خفض هذه المديونية إلى حوالي النصف خلال الفترة الماضية، إلا أن الحكومة ملتزمة بوضع حلول نهائية لهذه المشكلة. نحن نعمل جاهدين لوضع إطار عام وآلية جادة لخفض باقي المديونية ومناقشتها مع الشركات العالمية بما يساهم في تخطي هذا التحدي وجذب المزيد من الاستثمارات، ولدينا تعليمات محددة من السيد رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من ذلك في أقرب وقت.